بنصبح على حضراتكم وجه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. هيتش وان، أوه وات أ جول. والخبر الأهم والأبرز اليوم هو أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كوروش المدير الفني لمنتخب مصر بالتراضي بعد الاتفاق بينهما على الاكتفاء بالفترة الماضية. وكمان استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه امبارح على رحيل البرتغالي نيلو بنجادا المدير الفني للجبلية من منصبه والبحث عن بديل، وده ضمن خطة اتحاد الكرة للإحلال والتجديد في كل الإدارات واللجان. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد اجتماع مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ المدير الكرة لمناقشة الأمور الخاصة بالفريق ده خلال المرحلة الماضية والاستعداد كمان للفترة المقبلة والعمل على مساندة الفريق وتوفير احتياجاته لاستكمال مسيرته بقوة على الصعيدين المحلي والإفريقي. فريق برشلونة حقق الفوز على مضيفه ليفانتي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني. بالنتيجة دي بيحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، وبيأتي ليفانتي في المركز 19 برصيد 22 نقطة. وتعادل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن فصوصه نجمنا المصري محمد صلاح مع مضيف مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما، والمواجهة قيمت بينهم امبارح على ملعب الاتحاد في قمة منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي. دخل فريق باشاك شهير بلدية اسطنبول المربع الذهبي للدوري التركي محتلا المركز الرابع بعد ما تفوق على مضيفه سيفاسسبور بهدفين دون رد بمشاركة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وده كان في المواجهة اللي جمعتهم امبارح في إطار منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري التركي. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، وهنرجع مرة تانية لباسانت ومحمد علشان نكمل معكم فقرة صباحية مصر. شكرا لك يا دينا.